بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد شلتوت. النهاردة هنشرح حاجة متقدمة في لارفل وهي الويب سوكتس، وهنستخدم معاها لارفل إيكو ونطبقها جوه فيو 3 أبليكيشن. تمام؟ يعني إيه ويب سوكتس؟ تمام؟ يعني الويب سوكت عامة دي تكنولوجيا متقدمة، هي بتسمح لـ two-way communication channel، أو بتعمل زي channel كده بتصل من جهتين ما بين السيرفر والبراوزر أو الفرونت إند عامة. تمام؟ دي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. طبعا كان الحاجة المتقدمة هي كانت الأجاكس، سواء كنا بنستخدم أكسيوس أو فيتش أو جي كويري، فدي كانت حاجة متقدمة جدا ان انت بتقدر تجيب الداتا من السيرفر من غير ما تعمل ريلود للويب سايت. تمام؟ بس الفكرة ان هي انت اللي بتطلب الداتا، يعني الكلاينت هو اللي بيطلب الداتا، ما ينفعش السيرفر يبعت من نفسه، مش هتحصل. فبالتالي كان ممكن بتواجهنا بعض المشاكل ان السيرفر عاوز يبعت حاجة معينة، او مثلا لو في تشات، لو قلنا مثلا على تشات اب، فانت لازم تفضل تبعت اجاكس ريكويست كل شويه عشان تشوف في رساله جت لليوزر ده ولا لا. طبعا دي كانت حاجه مشكله صعبه جدا، بتبطئ السيرفر وبتوقع صفحه الويب بيج عامه. انا جربتها قبل كده يعني. طيب عامه الويب سوكت بقى هو عامل زي مكالمه التليفون، مجرد ان احنا بنفتح الخط ما بين البراوزر والسيرفر، فاي حد عاوز يقول اي حاجه بتوصل. تمام؟ فلو مثلا في رسالة جات لي، السيرفر هيبعت على طول، البراوزر هيتلقى الرسالة دي ويبدأ طبعا بكود معين بنقدر نظهر الداتا اللي بتجيلنا. فهي دي الفكرة، يعني ويب سوكت كده باختصار ان السيرفر يقدر يبعت للبراوزر رسائل او داتا من غير البراوزر ما يبعت ريكويست او HTTP ريكويست. ده كده يعني بشكل سهل وبسيط. تمام؟ طبعا هي جوه لارافيل بيبقى الشانل اللي احنا بنفتحها، يعني ما بين الويب بيج والسيرفر بيبقى في حاجه اسمها شانل. تمام؟ هي ده او ده الخط، يعني لو قلنا زي التليفون كده، الخط اللي هو بيبقى مفتوح ما بينهم بيبقى اسمه شانل. بنقدر نعرف منين الشانلز دي؟ في لارافيل في routes channels.php بنقدر تعمل لها راوت بتاعها في الفايل ده. تمام؟ ونقدر يعني نقدر نستخدم بيه. طبعا في تكنولوجيا تانية، في زي نود جي اس اللي هي سوكت اي او، في بوشر، في يعني كذا باكج عامة، في حاجات منها طبعا بفلوس وفي حاجات ببلاش. احنا طبعا هنستخدم لارافيل ويب سوكتس، ودي حاجة بديلة البوشر، لأن البوشر ليه تكلفة. تمام؟ فده هيكون بديل لي. طبعا هاي المقالة موجودة على الويب سايت بتاع احمدشلتوت.com، جاهزة فيها كل الأكواد. احنا طبعا هنبدأ نعمل انستليشن لويب سوكت بتاعنا، فيلا بينا. طبعا أول خطوة هنعملها ان احنا هننزل الباكج بتاعت لارافيل ويب سوكتس، طبعا هي beyondcode/larvel-web-sockets. ننزلها طبعا عن طريق كومبوزر، بعد كده هنببلش الفايلز بتاعتها. تمام؟ طبعا بعد كده هنعمل مايجريشن، لان هي بيبقى ليها تيبلز في الداتابيز عشان خاطر الداشبورد اللي بنقدر نشوف فيها الاتصالات اللي موجوده والايفنتس اللي هي اشتغلت يعني. تمام؟ وطبعا الكونفيجريشن برضو بنعمل لها ببلش. طبعا بنحتاج ننزل بوشر سيرفر، ان احنا هنستخدمه. انا طبعا كانت واجهتني مشكله في نسخه يعني، بس نزلت الفيرجن اللي هي 7. تمام؟ طبعا بنتاكد ان الويب سوكت بتاعنا، الويب سوكت درايفر، ان احنا هنستخدم بوشر.
هي غالبا كل حاجة هتبقى كأنك بتستخدم بوشر، بس مجرد ان احنا بنغير للسيرفر بتاعنا، يعني السيرفر اللي هو بتاع اللارافيل ويب سوكتس. تمام، زي ما احنا شايفين كده هنا في بوشر في الاوبشنز هنغير بس الهوست والبورت و تمام الهوست والبورت بتاعنا بنغيره، بنخليه على السيرفر اللي هو هيبقى ويب سوكت بتاعنا. يعني طبعا احنا هنا عملنا الكونفيجريشن لللوكال هوست، خلينا اليو ار ال بتاع اللوكال هوست والبورت بتبقى 6001. تمام، بعد كده هنتأكد بس في الدوت ان فايل ان احنا مستخدمين كي الاب والاي دي والكي، وطبعا والكلاستر بتاعنا بيكون الديفولت اللي هو موجود اصلا اللي هو ام تي 1. احنا هنخلي كل حاجة لوكال. تمام، بعد كده بقى هنشغل السيرفر بتاعنا عن بي اتش بي ارتيسن ويب سوكيت سيرفر علشان نقدر يعني نعمل تيست نشوف هل احنا سطبنا كل حاجة صح ولا لأ. تمام، ادي كده خلاص السيرفر يعني الحمد لله اشتغل. طبعا هو بيجي معايا داشبورد، هنحتاج نشغل لارافيل سيرفر بقى معايا كمان في التيرمينال الجديد. تمام، هندخل بقى البراوزر بتاعنا على اللوكال هوست وهناخد ال URL ده، وعادي ال URL بتاع اللوكال هوست سلاش لارافيل داش ويب سوكيتس. تمام، وبيعمل ان احنا نعمل كونكت على البورت بتاعتنا 6001. المفروض كده خلاص هو كده السيرفر بتاعنا شغال وقاري وتمام الحمد لله مفيش مشكلة، وادي اللوجز بتاعته. دلوقتي يلا بينا نعمل ايفنت. تمام، والايفنت ده هيبعت رساله للكلاينت. تمام، ايه هو ايفنت؟ عادي نقول بي اتش بي ارتسن ميك ايفنت هالو. تمام، وهنبرودكاست الايفنت ده على بابليك شانل زي ما احنا شايفين كده. ادي هو اهو، طبعا هو عشان نقدر نعمله برودكاست لازم نستخدم الانترفيس اللي اسمها should broadcast، نعمل implementation يعني. تمام، و broadcast with او on دي عشان خاطر نختار channel. طبعا هو هنا by default على private channel، احنا عاوزينها public، فاحنا بنخليها كده new channel وهنسميها public. ممكن نسميها اي حاجة، مثلا hello new client welcoming اي حاجة، احنا هنا نسميها public عشان نبقى عارفين يعني. وطبعا هنعمل function تانية وهتكون اللي هي broadcast with، ودي الهدف منها ان هي ترسل الداتا بتاعتنا. احنا نغير ده كده، وهي طبعا بترجع الري زي ما احنا شايفين، وهنقول welcome. Welcome to the club. دي المفروض الرسالة اللي احنا هنستقبلها على في الكلاينت بتاعنا او في فيو اب ان شاء الله، بمجرد ان احنا نبقى على الشانل دي. تمام، احنا بعد كده هنحتاج نعمل راوت عشان نعمل فايرنج للايفنت ده، فهنقول return hello dispatch عادي زي كنترولر بالظبط. تمام، طبعا انا منادي على الكلاس هالو ده فوق. تمام، هنبقي هنا بقى كده في البراوزر عادي. طبعا الاول هنعمل كونكت على البورت بتاعتنا في لارافيل سيرفر عشان نقدر نشوف النتيجة. تمام، بتاعت التست. طبعا هنا هنريتيرن هنقول سنت. تمام، طبعا ده عادي ويب يو ار ال، ما فيهوش اي مشكلة خالص، بيشتغل من على البراوزر. ادي هنا عملت سنت. طب نبص هنا ما فيش حاجة ظهرت. تمام، ده هنا ليه كده؟ هو هنا دخل في الكيو جوب عندنا هنا في الداتابيس. طب هي المشكلة في ايه؟ ان لارافيل بديه على الكيو على طول. تمام، فهنقول بي اتش بي ارتسن كيو
ده عشان نشغل الكيوب تاني. تمام، المفروض كده اهو، هو كده خلاص اشتغل، والمفروض ان هو بعت الداتا بتاعي. فالمفروض اهو channel public، النوع channel يعني الاسم channel public، والايفنت بتاعها او الايفنت الكلاس اهو app event hello. تمام، طبعا انا ممكن استخدم should broadcast now لو انا مش عاوز اودي الايفنت على الكيو كده، هتبرودكاست على طول. لو انا جيت عملت، طبعا هدخل الاول من الاول تاني، يلا كده انا عملت ريفريش، اديها ظهرت على طول كده من غير ما تروح على الكيو. فدي طبعا ترجع لتقديرك انت محتاج تستخدم كيو او مش عاوز تستخدم. تمام، احنا هنا دلوقتي عندنا ايفنت تاني عشان يكون برايفت هنعمل تيست عليه. طبعا مستخدمنا شوت برودكاست ناو، والرسالة اللي هنبعتها هي welcome to the private club وbroadcast on، استخدمنا function private channel والchannel بتاعتنا هتبقى private test. تمام، طبعا هي في البرايفت احنا يعني هو user بس بID معين هو اللي يقدر يفتح channel دي، مش اي حد، لازم نعمله validate ولازم يكون يعني عمل login او authenticated user، مش public، مش مفتوح لأي حد. تمام، طبعا احنا هنا في الأول خالص هنعمل يعني في الكونستراكتور هياخد الداتا بتاعت اليوزر ده، فهنعمل variable public user. تمام، هنقول this user equal اليوزر اللي هيجي لنا على الايفنت من بره controller مثلا، أو زي ما هنشوف كمان شوية. تمام، فاحنا مثلا بنبعت رساله ليوزر معين باي دي معين، يعني مثلا بتبعت نوتيفيكيشن ليوزر معين زي الفيسبوك كده، فهو ده اللي احنا بنعمله. الاي دي دي محدش او النوتيفيكيشن دي محدش هيشوفها غير اليوزر اللي بيملك الاي دي ده. فاحنا هنا قلنا برايفت تيست داش واليوزر اي دي، يعني مثلا برايفت تيست 1 2 3 4 5 وهكذا. طبعا هنروح هنا على الشانل. تمام، هو هنا طبعا عامل مثال اهو، احنا هناخد نفس الحاجة بالظبط وهنحط اسم الشانل بتاعتنا. طبعا البابليك مش بيبقى محتاج ان انت تعرف الشانل بتاعته، بس البرايفت بنحتاج. تمام، فهنا اهي بابليك تيست والاي دي. تمام، وهنا اليوزر اي دي لازم يكون بيساوي الاي دي، ناخد دي كده بس هنا، وهنقول برودكاست برايفت. طبعا هنجيب اليوزر من اليوزر موديل، هنقول اب يوزر وأب مودلز يوزر، وهنبعته مثلا هنا لليوزر رقم 5. فكده ما فيش أي حد هيقدر يشوفها غير اليوزر اللي عنده ID رقم 5. تمام، وأنا هنا طبعا عامل لوجين، خليه 2 عشان يبقى اليوزر رقم 2 عشان ده متسجل في الداتابيس. فهنا نقول يوزر رقم 2 بس هو اللي هيقدر يشوف الرسالة دي. طبعا هنا هندي على الكلاس، تمام، بعد كده اقول private test dispatch. طبعا لما هعمل dispatch هتبقى الارجيومنت بتاعتي اول حاجة اليوزر. تمام، ادي سنت تو يوزر كذا فيرست نيم.
عندك كل ده عشان التستنج، يعني انا بتست الحاجة بتاعتي. انا هاجي هنا في البراوزر وطبعا ال URL، ادي هنا اليوزر اسمه احمد، وادي هنا الشانل، هنا برايفت تيست 2 2، والايفنت بتاعي اب ايفنتس برايفت تيست، فهو هنا كمان سمع اهو. انت كده خلاص اتاكدت ان السيرفر بتاعك بيبعت عادي جدا. طبعا هنا انا بستخدم سينكتمو عشان اقدر اعمل اوثنتيكيشن. هدخل على api.php وهضيف الميدل وير هنا، وهيبقى برودكاست راوتس ميدل وير او سانك، تمام؟ ده عشان اقدر اعمل اوثنتيكيشن للشانلز بتاعتي، تمام. وطبعا هنا في app.php هتاكد بس ان برودكاست سيرفرز بروفايدر انكومنت، طبعا يعني بعد كده هيبقى في عندنا فيو اب فيو 3 اب، هو عادي ما فيهوش اي حاجه. هننزل بس لارافيل ايكو ولارافيل بوشر عن طريق ان بي ام، تمام. وادي البروجكت بتاعنا، واتاكد ان في دوت ان في، تمام. انا ضايف الكي لوكال كي وال اليو ار ال، طبعا بيبقى من غير اي بورتس، تمام. طبعا هنا احنا على اللوكال، وادي المشروع طبعا هنا في المين دوت جي اس. هبدا اعرف لارافيل ايكو زي ما احنا شايفين، وبوشر بعديها. بعد كده ادي البرودكاستر هو بوشر، والكي تمام بجيبه من دوت ان بي فايل، هي طبعا بتدعمها بشكل تلقائي. وفي عندي السيرفر بتاعي وعندي البورت، تمام، والكلاستر. وادي الاند بوينت الاوثنتيكيشن اند بوينت، طبعا اي بي اي برودكاست اوث، تمام، اللي احنا عملناها مع سانتوم. والهيدر طبعا بيبقى التوكن، اديني باخد التوكن بتاعي بتاع اللوجن، التوكن عادي بتاع لارافيل، تمام. بيبقى في الاوس هيدر اثورايزيشن بارير، وبضيف التوكن، تمام كده. انا عشان اقدر اعمل اوثنتيكيشن، تمام. بعد كده عندي في الكومبوننت الرئيسي بتاعي اللي هو اب دوت فيو، تمام. ادي فيه هنا عندي لارافيل ايكو ويندوز دوت ايكو برايفت، وادي اسم الشانل. وبعد كده الايفنت بتاعنا اللي هو برايفت تيست، تمام. بعد كده الكود بقى اللي انا بعمله عشان اقدر اسمع اللي بيحصل، او اقدر اشتغل على الرساله يعني اظهرها عندي، تمام. فلو انا عملت فاير هنا المفروض هاجي هنا اهي، ما هي موجوده في الكونسول، احنا عملنا لها ان هي تتعرض في الكونسول بتاعي. وادي لو انا عندي بابليك، طبعا انا بلغي الاثنتيكيشن وبقدر استخدم بابليك عادي. وطبعا بالنسبه للبابليك، تمام، ويندو دوت ايكو شانل وبتكون بابليك، والليسنر بتاعي الايفنت اللي اسمه هالو، تمام. والاي ده عشان الداتا اللي هتجيلي واقدر اعرضها. طبعا لو عملت ريفريش وهروح اعمل تيست على البابليك اهو، لا ده البرايفت، طبعا وين المفروض كده هي ظهرت، تمام. ده كده كل شيء خاص بويب سوكت. اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا، مع السلامه.